انا في الاخر هتفهم غلط. يبقى ده مش مكان. انا بس هنتكلم بالمنطق. لما تكون في عائلات بتجيلي مش غرزه ما اقدرش اقول لفظ ده لان انا في الاخر معلش في مكان ليه احترامه وفي تقدير في حتى خلي بالك انا حريصه انا طالعه لايف في اكتر من موقع هبقى بنتقي الكلام اللي في الاخر هيديك كومنت. لا احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم ما ينفعش الاسر والعائلات الكريمه المحترمه بجميع الطبقات الاجتماعيه من اول الناس البسيطه جدا لحد الناس اللي ما شاء الله من يحترم هذه القواعد اهلا وسهلا ومن لا يحترم انا اسفه جدا انا ما بسمحش ان في حد يبقى قاعد مكاني. لا انا اسفه بعتذر جدا مش هقدر نستمر كده. قصه البنت ان هي كانت قاعده مش قدر الاحترام في الضحك ولقيتها في الاخر خالص بتشتكي زمايلها وبيبداوا يصوروا ومنزله فيديو ان حصل وحصل واصبحت بتدعي بتقول كلام باطل جدا وبتجرح سمعتي. اللهم لك الحمد. انا بشكر جدا بمناسبه اللايف الجميل اللي بيحصل دلوقتي الاجهزه الامنيه اللي كان ليها دور قوي جدا معايا في هذه المرحله وفي الموقف ده قاموا معايا بدور ايجابي جدا واتعمل محضر ورفعت عليها قضية. رفعت قضية على البنت شغل فشل بتهمة التشهير يعني ولا بتهمة ايه بالظبط؟ طبعا بتهمة التشهير. معلش مع احترامي ليك انا النهارده لما اكون قاعدة في مكاني وانت جايب كاميرتك وبتغفلني وما بتاخدش اذن ان انت تتصور طبعا طيب اسأل سمعتي. طيب خليني اسألك يا ماما دهب وده لسان حال الجمهور مش لسان حالي انا. بيقول ان ده مجرد مطعم عادي سواء كان بنت بتضحك بصوت مرتفع او غيره هو في الاخير مطعم بتقدم وجبة طعام وهتمشي. يا سيدي انا حره في طريقتي هو كل واحد حر طالما الناس متقبله هي قصه. معلش مع احترامي ليك انت النهارده لما تكون انت كصحفي انت خلصت اكلك وتيجي جوه مثلا المطبخ تقولي ماما بعد اذنك ممكن احكي لك حاجه. انا ماما 1 2 3 4 بقفل في وشك يا بابا ولا بسمعه. معلش ما هو في الاول وفي الاخر علاقه بيني وبينك ايه؟ هاخد منك مش قصدي لو انت بتتكلم في النورمال العادي ان انا هدي لك ساندوتشات اخد منك فلوس لكن ده ما بيحصلش. لما تيجي تقول لي ماما انا مشكلتي 1 2 3 4 اقول لك معلش انا اسفه انا مش هسمع لك. ايه خليك في اللايف مش هسمع لك. طب يا ماما يعني كان خلال اليومين اللي فاتوا دول في شائعه على الفيسبوك مسؤول اعلنت على وفاتك. بتواجهي ازاي بقى الترندات ازاي؟ يعني شائعه دلوقتي انت دلوقتي رائج الان بسبب اعلان وفاتك. ايوه والله بص انا هقول لك على حاجه. اتفضلي. انا كنت في شهر رمضان الكريم كنت اجازه وبيحصل انه كان عندي شويه حاجات فلقيت اتشغلت بقى في اللي انا بعمله فلقيت بفتح كده في البيج عندي فبلاقي ان في انتقلت الى رحمه الله تعالى ماما ذهب عن عمر يناهز 43 سنه اثر سقوطها زيت البنيه عليها وادعوا لها يا جماعه بالرحمه. فانا ببص فدخلت للولد قلت له حبيبي انت بتعمل كده ليه؟ كانوا جايبين سقوط وكده ولا مفيش؟ لا ده هو جاي والله انا برد بس بكتب كومنتس او بشير البوست وخلاص بس خلاص يعني بكتب بوست وبشير وخلاص لان انت هتضيع وقتك مع الناس ازاي يعني؟ ماما دهب بقى لها كام سنه بتشتغل الشغلانه هنا في الشارع في المكان ده؟ 23 سنه ماما دهب 23 سنه. اتعلمتي من الشارع هنا؟ اكيد في حاجه اتعلمتيها كتير. طبعا اتعلمت ان انت لازم تكون رجليك شايلك قوي ولازم قوية. تكون قد الموقف قوي طبعاً. لازم تتحمل وتصبر ما تتعشمش غير الله سبحانه وتعالى بس ولازم تغربل الناس اللي حواليك مش الناس عامه احنا تنتقي فترات جميل. احنا فترات بس في حياه بعض طبعاً. بس لازم اللي ماشي معاك يبقى ده يبقى خلاص اللي هو بسم الله ما شاء الله لحد اللي هو صاحب الجدع. علمت الناس ايه؟ لا انا ما اعرفش انت اسالهم اتعلمت من ماما ايه لكن انا علمت ايه؟ بتحاول تعلمهم ايه؟ اهم الرسائل اللي بتقولها لهم؟ انا بحاول بس ازرع فيهم. لا خالص انا بزيح الكرسي. انا بس بحاول اركز فيهم ان هم يصبروا. يعني انا بحاول ازرع معاهم فكره الصبر مش اكتر. لان انا ممكن اكون خريجه تجاره احمد حبيبي ابراهيم يا حبيب ماما بعد اذنك علشان خاطري بالله عليك اللايف يخلص بس بهدوء عشان خاطري الصوت هيطلع معاه وهيأثر. الفكره وما فيها ان انت تقول لهم بكالوريوس تجاره في الاخر واقفه هنا سمعوا الكلام
عيالي تكلمهم بأدب. عيالي عيالي والله بيزعلوا منك. ازاي ايه بيزعلوا منك؟ ما تيجي نسال ماما، احنا ممكن نسالهم. احنا ممكن يلا بينا، يلا بينا نسال. طب يلا بينا. زعلتوا من ماما يا شباب؟ يلا شيل الحاجات. زعلتوا من ماما يا شباب؟ كبسه يا شباب. بس الموضوع كده. طب انا هسال بس سؤال، بقالنا احمد وابراهيم دروا يا شباب دروا. المجموعه القمر دي بقالها كام سنه بتيجي لماما؟ اربع سنين. ساعه ما جينا الكليه هنا في كرم. حلو قوي. ابتداء لما كان الغيب كان بكام؟ كان ب 8 و5 5 و6 5. بدأنا نزود دنيا 6 7 8. طيب احنا بس عاوزين نقول حاجه. طبعا كل الناس اللي بتشوفنا حاليا دلوقتي لما بقول مش بنتقد، لكن لما بقول لك مثلا توجيه معين او بشاور على حاجه معينه، رد فعلكم ايه؟ على فكره في ناس شايفانا، علشان في ناس ظلم كتير قوي الفتره الاخيره وطعنوا في سمعتي جامد. انا عاوزاكم بالله عليكم اللي بيحصل مني وانا مش هقدر دفعوا على ماما يا شباب. مش لا مش دفعوا، لا هي مش قصه الدفع، لكن هم عشان احنا عشره. طبعا طبعا عشان كده بقول دفع. قول انت، قول للناس المتابعين الحلوين الطيبين اللي بيتفرجوا علينا ايه رد فعلك لما انا بوجه لك او بقول لك حاجه، سواء ليك او لاختك اللي قاعده في المكان. ابدا ابراهيم، ممكن يتكلم. انا بتقبل ده. ابراهيم اتفضل. ابراهيم عارفك قوي. ابراهيم عادي برضه. ابراهيم ابراهيم عادي، احنا بنتقبل الموضوع زي امنا وعادي مفيش مشكله. وعادي يعني الكلمه يعني مش مشكله. انا بتكلم عادي او بيزعلهم او لا، بس احنا الموضوع عادي يعني اصلا زول احنا مثلا زي اولادها وكده، فانا متقبل الموضوع. الموضوع لانها فاهمين هي قصدها ايه. في ناس بقول لك على حاجه، الناس بس حاجه ترجع لهم بقى حاجه يعني. الناس اللي بتزعل مخهم مقدم في حاجه ثانيه. اما احنا بنتكلم معاها ليه عادي؟ مش كده بتعرف قلبها ونيتها. ايوه طبعا هي بتهزر معانا عادي من ساعه ما بنيجي لنا بقى 4 سنين بتهزر معانا. الناس اللي بتزعل الوضع هنا ايه؟ لكن الناس اللي بتزعل دي بتبقى جديده في المكان، فمش فاهمه، مش عارفه انت بتفتكر مش جديده في المكان هنا، فمش مش عارفه. لكن انا يعني انت تعتبر تربيت ماما ده 4 سنين عشره برضه. والله عشره ما شاء الله ان شاء الله. انا اديت نموذج بس كده بسيط قوي عن الشباب اللي بتبقى متفهمه قوي التعامل، وان انا قلبي عليك وقلبي على مصلحتك. انا بعتذر جدا لو انت فاكر ان الموضوع معايا انك هتاكل وانا هاخد فلوس وهتمشي. انا اسفه جدا. انا نفسي ومنى عيني اجمع كل المصريين وكل طبقاتها وكل ثقافتها وكل الناس اللي فيها، ونرجع تاني زي ما كنا في الستينات والسبعينات كده والثمانينات. والله قلوبنا على قلوب بعض وبنحب بعض وحنينين على بعض وجدعان مع بعض. نفسي، لان احنا طلعنا اصلا كده. تربيه اهلنا لينا كانت هذا الجيل الجديد. نفسي هنا كده في الجيل الجديد. على فكره الجيل الجديد ده ذكي جدا، مش سيء طبعا، حلو وبيفهم وبيستوعب. وعلى فكره عاوز شويه توجيه. انا ممكن اكتسب منه هو حاجه جديده طبعا. كل ما بيحصل لي فيه مشكله عندي مثلا في على البيج او انا بستعين بيه هو وبيقف معايا وبيساعدني بامانه. يعني اكتر موقف خليك تعيطي في الترندات الاخيره اي في حاجه خليتك زعلت؟ اكيد الموت. يعني شخص عايز ايه اكتر حاجات دي؟ لا والله موضوع الموت ده اقسم بالله ما اثر. يعني مش مضايق ان شخص بيتمنى الموت؟ لا 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 والله لا. قعدت اضحك يا جماعه، ده انا موجوده والله لسه عايشه. بس في حاجه خليتك تعيط قبل كده؟ خليتك تعيطي؟ الموضوع البنت وكدبها وافتراها عليا كان مخليني نايمه معيطه صراحه. هي قالت ايه يا ماما ده؟ لا هي البنت كل ما هنالك ان هي قالت ان هي طلبت اكل من بره، جابت اكل من بره وانا قعدت ازعلها وقعدت تكذب كده وتعمل حوارات سخيفه جدا. فالبنت اتعاملت بشكل حسبي الله ونعم الوكيل، واقسم بالله انا ما مسامحاها لحد ما اجيب حقي بالقانون. انا ما مسامحاها ومش هتتساب. لان انت لما تفتري على حد شقيان وتسيئي الى سمعته عشان خاطر تطلعي بعد كده لايف عشان تزودي عدد فولورز، يا ستي تعالي تصوري معايا واعملي معايا لايف وتعالي مباشره معايا، انا هحترمك جدا. لكن تفتري على واحده بجد طفحانه الدم من صباحيه ربنا لحد اخر الليل، لا انت عارفه ولا على وقفتي ولا على وجع رجلي ولا وجع ظهري وانا بنام كام ساعه. انت الكلام ده مش في دماغك. انت الكلام ده مش في دماغك. كل اللي يهمك بس ان انت تفتري على ناس عشان خاطر تلميني كام لايك. ده قمه الوحود يا راجل يا طيب. بس لا لا سخيفه جدا صراحه. حاجه غير انسانيه طبعا. اهم الرسائل بقى عايزين نوجهها للشباب من خلالك. والله بص انا كل طب نوجه للشباب بقى، دول بقى موجودين معانا بالمره. عايزين نقول لهم نوجه للشباب بالمره طالما قاعدين معانا. والله بص انا هقول لك على حاجه. انا كل اللي انا بدعو ايه لابراهيم واحمد وبيشوي وماركو وفاطمه وزينب وكل حبايب قلب ماما، كل الشباب انا عايزاكم بس يبقى عندكم
كتير من الصبر وكتير من الامل وكتير من الثقه في الله واليقين في الله ان ربنا في الاخر تعبك اللي انت بتحفره بايدك مش هيضيع ابدا. وطول الطريق وانت ماشي لازم تختار كويس قوي مين صاحبك، مين اللي ماشي معاك، مين اللي انت تعرف تسند عليه. عفوا احنا بنضحك وبنهزر وبنتجمع كلنا بس مش بكترهم، مش بكترهم، ده ممكن واحد يسد معاك الدنيا مش بكترهم. انا عاوزاك بس زي ما بتفكر في نفسك تفكر في اللي زيك وفي اللي معاك. انا هاكلك حالا يا قلبي، ماما انا عارفه ان انت جعان حالا حالا حالا، فهمني. وربنا يرضيك ويفرحك ويكون حظكم باذن الله احلى واحسن واجمل من حظنا جميعا. اكيد اكيد. شكرا يا شباب، شكرا يا شباب. لسه بقى دوري بقى، لسه ما بدأتش. شكرا يا ماما ده. انا زي ما حضراتكم شايفين الشباب اللي زي الورد وماما دهب، وهي بتديهم طبعا نصايح بيعملوها كأمهم وبيتعامل معاهم كأنهم ولادها ما شاء الله، ربنا يحميهم لشبابهم. وماما ده طبعا. طيب انا عايز ابدا لا عايز كلمتين ماشي، ما تاخد هتجيب كلمتين ونكمل معاك. سلام يا شباب، هجيب لكم ماما ده. ابدا ها سواء ماشي فوق وانتوا بتشيشوا عامل غير موجود. مش لهم تبع موقع تحيا مصر الحريه كان النهارده من الحاجات اللي معاكم يعني النهارده انا بنام الاثنين كده اهلا يا حبيب ماما، اهلا وسهلا. يعني طلعت ترند انت بقالك كام يوم كده ترند مكسر مصر كلها. والله يا ابني اقسم بالله وحياه ما جمعني معاكم من غير معاد، انا الموضوع بالنسبه لي انا اتفاجئت بيه ولقيت نفسي يعني طلعوني على المسرح لوحدي ما اعرفش ليه. اتفاجئتي يعني ده طبيعتك اصلا؟ لا هي مش طبيعتي، ده اللي شاف الفيديو هيشوف ان انا كنت لابسه هيقول فده فيديو قديم.